الساعة السادسة صباحا، انهيار سقف لمستودع هش بشارع بندبكة صدق بولاية وهران. فوق سطح المبنى كانت تقطن ثلاث عائلات بطريقة غير مرخصة منذ سنوات، والحصيلة وفاة زوجين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. صلى الله عليه وسلم، صلوا على أبو الدين، صحاب على طول ما تنسقنا عليه، ما تنسقنا. مباشرة بعدما تلقينا نداء النجدة توجهت إسعافاتنا إلى عين المكان، أين تم إنقاذ خمسة أشخاص، اثنين من جنس ذكر وثلاثة من جنس أنثى، تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 43 سنة. تم تقديم لهم الإسعافات اللازمة في عين المكان، ثم تم تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي. وإثر وقوع هذا الحادث قامت السلطات المحلية بتشكيل خلية أزمة، حيث اتخذت كامل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين ومساعدتهم على تجاوز هذه الوضعية المأساوية. ليست انهيار بناية، وإنما بناية ملتصقة بالعمارة مصنفة في الخانات الحمراء، ما كانش لازم نسكنها نبنوا فوقها، وكانت لابد من تهديمها قبل ما يجيو الناس يسكنوها بطريقه غير شرعيه. ما نتكلموش على هذه اليوم، رحمهم الله. il fallait prendre des décisions. البنايه اللي مهدده بالانهيار بغات خاصه ولا عامه لازم تنحت، وهذه نقص من نقائص ونتخذ عليه اجراءات. كما تقرر فتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على خلفيات ومسببات هذا الحادث.